وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد التصويت لصالحه بالأغلبية خلال الجمعية العامة الانتخابية بواقع 76 صوتا من بين 82 ليتم بذلك ما تبقى من العهدة الأولمبية وخلافة المستقيلين شرف الدين عمارة وجهيد سفيزف. أقف بينكم اليوم وقد عاهدت نفسي على العمل من أجل لم شمل العائلة الكرة القدم الجزائرية والسعي من أجل استرجاع مكانتها وعلى أن تبقى أسرة واحدة موحدة. أمام أنظار مراقبي الاتحاد الدولي لكرة القدم الذين حضروا الجمعية العامة، تعهد رئيس الاتحاد الجزائري الجديد بالتصدي للفساد ولم شمل الكرة الجزائرية ومد يده لكل من يقدم الإضافة للكرة الجزائرية. أتعهد أنني سأعمل بلا هوادة لدعم المكتسبات الإيجابية وتثمينها والسعي من أجل تصحيح الأخطاء إن وجدت والتصدي للفساد والرداءة والتهميش وكل من شأنه تعطيل ديناميكية كرة القدم والرقي بكرة القدم الجزائرية. Nous sommes là avec vous. Je vous laisse travailler et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit l'Assemblée ou le comité exécutif, la porte de la FIFA est ouverte. أمام كل التحديات التي تنتظر رئيس الاتحاد الجزائري يبقى أكبر رهان هو توفير ظروف النجاح للمنتخب الوطني والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة لتسيد إفريقيا من جديد. المنتخب الوطني أنا قلت في البرنامج تاعي أنا تعتبر من أولوياتي، لازم نوفر كل عوامل النجاح للناخب الوطني والمنتخب الوطني لتحقيق الأهداف المطلوبة، وكلنا رانا متجندين من وراء المنتخب الوطني، كل الدعم الكامل والدعم والمسانده للناخب الوطني حتى انه يحقق الاهداف المطلوبه تاعه في 2024. عام ونصف تقريبا هي الفتره المتبقيه التي سيقضيها صادي على راس الاتحاد الجزائري لكره القدم، فتره قصيره مقارنه بحجم التحديات التي رسمها المسؤول الاول عن الكره والتي وعد بتحقيقها مع نهايه العهده.